أهلا بكم نشرة الأخبار. انطلقت فعاليات مؤتمر مصر تستطيع بأبناء النيل الذي تعقده وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج بمحافظة الأقصر وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. يضم المؤتمر مجموعة من العلماء والخبراء المصريين الذين حققوا إنجازات كبرى في مجالات الزراعة وإدارة الموارد المائية. إلى ذلك قالت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج نبيلة مكرم إن التفاعل بين أبناء الوطن في الداخل والخارج أمر مهم لتنفيذ استراتيجية التنمية، مؤكدة أن اختيار ملف المياه جاء تواكبا مع التحدي الذي تواجهه الدولة في هذا المجال. كل مؤتمر من مؤتمرات مصر تستطيع كانت بتيجي مواكبة لحدث موجود على الساحة المصرية. مؤتمر مصر تستطيع واحد كان بيتكلم عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ثم بعد ذلك جاء مؤتمر مصر تستطيع للمرأة المهاجرة بالتاء المربوطة أيضا لتسليط الضوء على المرأة المهاجرة وإنجازاتها، وبيجي النهاردة مصر تستطيع بأبناء النيل في ملف المياه وهو ملف هام جدا على الساحة المصرية، بيستدعي أن احنا كلنا سواء خبراء مصر في الخارج أو خبراء مصر في الداخل اللي أيضا بحييهم أن هم متواجدين النهاردة في هذا المؤتمر، لأن هذا التفاعل ما بين أبناء الوطن في الداخل وأبناء الوطن في الخارج مهم جدا عشان نكمل استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة. كلنا مصريين، كلنا بنؤكد على حبنا وولائنا للوطن سواء في الداخل أو في الخارج. هذا التفاعل ما بين الجانبين بالتأكيد بيؤكد على أن المصري سواء بعيد عن بلده أو قريب منها إنما بيشترك معها في تنميتها وجزء أيضا منها. هذا وقال وزير الري محمد عبد العاطي إن هناك تحديات كبرى تواجه الدولة المصرية، ومنها أن 97% من الموارد المائية تنبع من خارج الحدود المصرية. في طبعا تحديات كبيرة جدا، التحديات إن احنا الموارد المائية بتاعتنا كلها 97% منها سواء مياه سطحية أو مياه جوفية بينبع من خارج الحدود، يعني مياه عابرة للحدود أو ترانس باوندري. ده تحدي. التغيرات المناخية تحدي تاني، سواء ارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها على استهلاك المحاصيل أو زيادة استهلاك المية أو ارتفاع منسوب سطح البحر، وده تحدي تاني. التعامل مع الزيادة السكانية تحدي تالت. احنا لما بنيجي نخطط بنقول احنا في استراتيجية 2050 بنقول طب احنا متوقع الزيادة السكانية كام، يعني تتخيلوا احنا ممكن نزيد كام في خلال لحد 2050، من 65 ل 75 مليون زائد 104 نشوف العدد هيبقى كام. وبالتالي احنا لما نيجي ندبر موارد او نخطط يبقى لازم يبقى في بالنا استخداماتنا المستقبليه. من جهته قال وزير الانتاج الحربي لواء محمد العصار ان اهميه المؤتمر تكمن في مناقشته ملف المياه الذي يعتبر عنصرا اساسيا في خطه التنميه، مشيرا الى ان الاستعانه بالعلماء في الخارج يؤكد توجه الدوله للاستفاده من كل الامكانات المصريه. وتاتي اهميه هذا المؤتمر باعتبار المياه احد ملفات الامن القومي المصري في ظل التحديات التي تواجه مواردنا التي حبى الله بها مصر والتي تحتم علينا الحفاظ عليها وتنميتها من أجل تحقيق الاستفادة القصوى للأجيال القادمة، وهو ما يعكس تضافر مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق أقصى استفادة لربط العقول المهاجرة والعلماء بالخارج بالوطن الأم والاستعانة بخبراتهم ونقلها لشبابنا الواعي لحل القضايا والمشكلات التي تتعلق بالتنمية بهدف تطوير حياة المصريين في جميع المجالات وفقا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030. وخلال كلمته بمؤتمر مصر تستطيع بأبناء النيل قال وزير البيئة خالد فهمي إن الوزارة أعدت خطة شاملة لتعديل الأسس التشريعية وإدماج البعد البيئي في استراتيجية التنمية المستدامة. وزارة البيئة كانت تعكف على حاجتين، الأسس التشريعية، تاني حاجة استراتيجية التنمية المستدامة وإدماج البعد البيئي، ولأول مرة في استراتيجية التنمية المستدامة ومن خلال وزارة التخطيط ومعها وزارة البيئة ومعها بقية الوزارات عملنا
استراتيجية 28-30 اللي بنحدثها دلوقتي وبنطورها وبننقلها دلوقتي إلى برامج تنفيذية بأهداف KPIs نقدر كلنا نشتغل عليها، وبالتالي نقدر إن احنا نحافظ وإن احنا ندمج هذا البعد في خطط الكهرباء وخطط الصناعة وخطط النقل. والآن ننتقل مع حضراتكم على الهواء تحديدا إلى الأقصر وتحديدا أكثر إلى مراسل أون لايف ومفادها مينا مكرم ولقاء الدكتور هاني الكاتب مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الزراعة. أهلا بك مينا وأهلا بضيفك الكريم، كل تحياتي إليكما، وسأترك لك وله الكلمة الإجابة والأسئلة، تفضل. نعم محمد، لازلنا نتابع فعاليات اليوم الأول لمؤتمر مصر تستطيع بأبناء النيل من مدينة الشمس محافظة الأقصر. معنا على الهواء مباشرة الدكتور هاني الكاتب، هو خبير الإحصاء وأستاذ الإحصاء بجامعة ميونخ بألمانيا، وهو أيضا مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الزراعة وأحد أعضاء أيضا المجلس العلمي الاستشاري لرئاسة الجمهورية. نتعرف أكثر على مشاركته في هذا المؤتمر في دورته الثالثة، وتحديدا في مجال الري والزراعة والأمن المائي والغذائي نظرا لتخصصه الهام في هذا المجال. دكتور هاني برحب بحضرتك على شاشة أونلايف. أهلا بحضرتك. عايز أسأل حضرتك في البداية على هذه المشاركة اللي بتأتي في المؤتمر في دورته الثالثة، انطباعك عن هذا المؤتمر وكيفية الاستفادة من الخبرات المشاركة، وحضرتك أحد هذه الخبرات من ألمانيا في مجال الإحصاء تحديدا وتحديد الغابات أو إدارة الموارد، إحصاء الغابات وإدارة الموارد وكيفية استغلال هذا المجال في مناقشة ملفات المؤتمر هذه الدورة وما يخص المجال المائي والبيئي. هي مصر طبعا عندنا تحديات كثيرة جدا، منها نقص المية، نقص الأراضي. احنا بعض الصحفيين سألوني هل فعلا صحيح ان احنا في مصر نزرع 1.5 مليون فدان؟ احنا مش محتاجين فقط لواحد ونص مليون فدان، احنا محتاجين حاليا الى تقريبا 20 مليون فدان، وبالتالي 20 مليون فدان محتاجين اليهم الى مية. احنا عندنا نقص مائي، احنا تحت الفقر المائي، واحتياجات الفرد للمياه 1700 متر مكعب للفرد سنويا، واحنا حاليا نصيب الفرد حوالي 600 متر مكعب، فاحنا عندنا نقص شديد، واحنا لابد اولا ان احنا يكون عندنا الوعي ان احنا عندنا بعض المشاكل الموجودة، عشان كلنا مع بعض، الحكومة لوحدها اعتقد لا تستطيع، الحكومة لابد مع الشعب، فلازم يكون عندنا الوعي بهذا. لابد ايضا من الادخار قبل وجود تقنيات أخرى غير تقليدية أو موارد غير تقليدية للنقص اللي موجود عندنا. لكن حضرتك سألتني هل إحنا عندنا الموارد اللي تساعدنا فعلا على مقاومة هذه التحديات، وهقول الإجابة بتاعتي أيوة 100%. إحنا عندنا الشمس، عندنا مية البحر، إحنا عندنا الصحراء، وعندنا الموارد البشرية، بستخدم الشمس أو أي طاقات أخرى، بستخدم الطاقة دي في تحلية مياه البحر، وبالتالي لو عندي مياه محلاة بقدر أستطيع تنمية الصحراء، إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، مناطق زراعية، مدن وهكذا، وطبعا المورد البشري هو اللي هيقوم لنا بهذا الموضوع. لكن احنا نخش على الزراعة، الزراعة ليست فقط في مصر ليست بالطريقة الصحيحة. احنا سمعنا عن نظم الاستدامة، بنتكلم عن الاستدامة، بنتكلم عن ما يسمى التنوع البيئي أو التنوع النباتي البيودايفيرسيتي، ولكن ما زال احنا في بداية الطريق. ولكن اعتقادي بالاستدامة بالتنوع وإيجاد طرق لازم نتعلمها الأول من الطبيعة ماشية ازاي عشان نطبقها، وبعد كده نشوف التكنولوجيات اللي تساعدنا على حل مشاكلنا. فطبعا لابد ان احنا هندخل هنشوف بدائل، لابد ندخل الاستدامة في القانون وهكذا. لكن نشوف الزراعة اللي ماشية في العالم، عندنا زراعة أحادية التنوع، أنا بزرع على مساحة كبيرة نوع واحد،
أنا بسبب انبعاثات حرارية كثيرة، وبالتالي هو اقتصاد ضارب بالبيئة. لكن لابد أن احنا نتجه إلى نوع آخر من الزراعة. أنا عايش في بلد صحراوية، بتتميز إيه البلاد الصحراوية والمناطق الصحراوية؟ أنا عندي أتربة وعندي رياح، فلابد أول شيء أمنع الأتربة والرياح دي. وأمنعها إزاي؟ نشوف الطبيعة بتعمل إيه. الطبيعة بتحافظ على هذه بالأشجار، معناها أنا لازم أعمل تشجيع، أعمل مصدات رياح عشان طب عشان أحمي الزراعات اللي أنا لازم أعمل تنوع عندي. لابد ان احنا عندنا مشكله كبيره جدا، ان كثير من العاملين بالزراعه بيقولوا المكاسب ضئيله، فلابد ان احنا نغير النظام، ان يكون عندنا سلسله قيمه متكامله. انا ما بزرعش بس، انا بزرع، انا بصنع، انا بعمل تسويق صحيح ومنظومه كامله، واشوف الطبيعه هنا بتعمل ايه. الطبيعه ما بتستخدمش مواد كيماويه أو مواد خارجية بندخلها في النظام. الطبيعة بتنظم نفسها بنفسها، النظام اللي في الطبيعة فيه اتزان، وإحنا لازم نتجه إلى هذا. فأنا لو عملت زراعة متكاملة مستدامة، معناها أنا لو عندي استزراع أسماك وتربية حيوانات، أنا باخد المواد العضوية من استزراع الأسماك وتربية الحيوانات، وبستخدمها بدل الأسمدة الكيماوية، بستخدم سماد عضوي وبزرع بيه، وبزرع بيه أنواع مختلفة، يكون عندي فاكهة، خضار، محاصيل حقلية وما إلى آخره. ولازم يكون عند ما فيش حاجة اسمها فضلات، الفضلات الزراعية دي في منتهى الأهمية. أنا أقدر أستخدمها إن هي تقلل المية، إن أنا أغطي بيها الأرض هتقلل لي المية، بتحتفظ برطوبة الأرض ورطوبة النباتات. فأنا إحنا هنا بنتكلم عن نظام ما يسمى صفر نافيات، ما عنديش أي نافيات خارجة من هذا النظام، وبالتالي أنا بقلل أيضا استخدامي للمية. لازم نتجه لاستخدام الزراعات العضوية، وإحنا كلنا سمعنا عن الزراعات العضوية. إحنا لازم نفكر أيضا في صحة الإنسان والأضرار اللي بتتم عن طريق استخدامنا الخاطئ للكيماويات، والأضرار اللي إحنا بنسببها بالنظم الخاطئة لنا، لصحة الإنسان وللبيئة، ولابد أن احنا نحسن من هذا. دكتور هاني، استغل وجود حضرتك معنا، وحضرتك مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الزراعة وأيضا خبير عالمي في ألمانيا في مجال إحصاء الغابات كما تحدثت، كيف ترى هذه المؤتمرات كحلقة وصل بين علماء مصر في الخارج وأبناء مصر في الخارج في مختلف المجالات، وبين الحكومة المصرية والإدارة المصرية في هذه الفترة؟ احنا طبعا لازم نقول احنا بنعيش يعني فترة جديدة على المصريين، وهي مشاركة العلماء في تطوير البلد وفي تنمية البلاد، وده شيء طبعا احنا كلنا بنشجعه. احنا لازم طبعا لازم نستفيد بالخبرات اللي موجودة داخل البلاد واللي موجودة واللي خارج البلاد، وده شيء هام جدا. وهو انا شايف اهم شيء ان احنا لابد كلنا الخبرات دي تتكافل وتتعاون مع بعض عشان انشاء نظم صحيحة تساعدنا فعلا على مقاومة التحديات. احنا ناسين التحدي الكبير اللي قدامنا، وهو تغير المناخ، واحنا منطقة حساسة جدا لتغيرات المناخ، ولابد يكون عندنا فعلا الفكر من الآن عشان مكافحة تغير المناخ ومكافحة التحديات اللي هتقابلنا، وده مش هيتم إلا بالعقول وبالخبرات. الدكتور هاني الكاتب، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الزراعة وخبير وأستاذ علم الإحصاء إحصاء الغابات في جامعة ميونخ بألمانيا، أشكرك شكرا جزيلا لانضمامك لنا، وكل تمنياتنا بالتوفيق للمشاركة في هذا المؤتمر. أشكر لحضرتك جزيلا، شكرا. مشاهدينا الكرام، كان لنا هذا اللقاء الخاص مع أحد خبراء علم إحصاء الغابات وانعكاسها على علم وملف الموارد المائية والري والزراعة، كما أسهب الدكتور هاني الكاتب أستاذ الإحصاء في جامعة ميونخ بألمانيا، وهو مستشار رئيس الجمهورية في مجال الزراعة، على هامش مشاركته في مؤتمر مصر تستطيع بأبناء النيل بمحافظة الأقصر. عودة إليك محمد في الاستوديو. شكرا دكتور هاني الكاتب أستاذ إحصاء الغابات، وشكرا أيضا
لك مينا مكرم على هذه الفقرة وعلى متابعتك. نعود إليك حال تتجدد مزيد من التفاصيل لديك مرة أخرى. شكرا مينا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم أعود بأمر الله لاستكمال هذه النشرة. أهلا بكم من جديد. أعلنت كنائس القدس إغلاق كنيسة القيامة لأجل غير مسمى بسبب الإجراءات الضريبية التي اتخذتها إسرائيل، ووصفت الكنائس الإجراءات بأنها اعتداء وحملة ممنهجة ضد الكنائس والمسيحيين في القدس. كانت سلطات الاحتلال قد فرضت ما يسمى ضريبة الأملاك على الكنائس ومؤسسات الأمم المتحدة في القدس المحتلة، وزعمت أن ديون الكنائس لها بلغت 190 مليون دولار دون تحديد الفترة الزمنية التي تراكمت فيها كل هذه الديون. من جهة أخرى، يناقش الكنيسة اليوم مشروع قانون يسمح بمصادرة أراض بعتها الكنيسة لشركات خاصة ابتداء من عام 2010. للمزيد من المتابعة ينضم إلي عبر الهاتف من القدس رأفت عليان القيادي بحركة فتح. سيد رأفت، أهلا بك ومرحبا على شاشتنا. إذن إسرائيل ليست فقط تستهدف المسلمين ولا المسجد الأقصى، إسرائيل تستهدف كل من يخالفها، كل من ينازعها في أي مكان أو أي أرض داخل القدس المحتلة، تريد تهويد كل شيء. التفاصيل إليك والرد المحتمل، تفضل يا أستاذ. يعني هذا ما حذرنا منه مرارا وتكرارا، وقلنا أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تمارس السياسة العنصرية في المدينة المقدسة، ليس فقط ضد المسلمين، هي لا تريد وجود عربي في المدينة المقدسة، هي تسعى إلى التطهير العرقي للعرب من في سواء مسلمين أو مسيحيين، تريد السيطرة الكاملة ليس فقط على المسجد الأقصى بل على الكنائس، تريد من القدس أن تكون جزء لا يتجزأ من ما تسميه عاصمة الدولة اليهودية. هي تسعى إلى تكثيف التواجد اليهودي على حساب التواجد الفلسطيني سواء من المسلمين أو المسيحيين. هذه الخطوة العنصرية التي تستهدفها الحكومة الإسرائيلية وتسعى إليها الحكومة الإسرائيلية من خلال أنها تريد السيطرة على كنيسة القيامة ومن خلال تريد مصادرة أراضي تابعة للكنائس في المدينة المقدسة وفي غالبية الأراضي الفلسطينية، هي تفتح حرب جديدة ضد المسيحيين. وهذه مناشدة فلسطينية من قلب القدس للعالم أجمع، إن إسرائيل تريد تطهير عرقي حقيقي للوجود العربي داخل المدينة المقدسة على حساب أن تفرض وجود يهودي في المدينة المقدسة. هي حولت الصراع اليوم من الصراع الجغرافي إلى الصراع الديمغرافي، هي سيطرت جغرافيا على المدينة المقدسة، الآن تريد أن تحول الصراع وتريد أن تحول الحرب إلى حرب ديمغرافية، حرب وجود، حرب ضد الوجود الفلسطيني العربي داخل المدينة المقدسة. إسرائيل تريد أن تدفع الثمن لكل المسيحيين الذين وقفوا وقفة إجلال وإكبار على باب الأصداد دفاعا عن المسجد الأقصى المبارك حينما وضعت البوابات الإلكترونية، شعرت بالخطر العربي بالخطر الفلسطيني من الديانات، من كافة الديانات. لهذا السبب تستهدف إسرائيل الكنيسة وتستهدف إسرائيل الأراضي التابعة للكنائس العربية والفلسطينية في المدينة المقدسة بمبررات كثيرة، سواء مبررات الضرائب أو مبررات أنها بوعت إلى شركات أو أجرت إلى شركات. أعتقد أن الرسالة الفلسطينية كانت واضحة سواء من الديانات المسيحية والإسلامية وحتى اليهودية، هنالك أصوات من الديانة اليهودية ضد هذه المبررات. إذن أنت تعتبر أن هذا الإغلاق سيد رأفت هو على الأقل الرد الحالي الذي يمكن أن يوصل الرسالة؟ على أي حال سوف يكون لنا مزيد من الوقفات في هذا الموضوع. شكرا جزيلا لك، حدثتني عبر الهاتف من القدس رأفت عليان القيادي بحركة فتح. بعد ساعات من إقرار الهدنة في سوريا، تجدد القصف الصاروخي والمدفعي المتبادل بين الجيش السوري والجماعات المسلحة في دمشق والغوطة الشرقية وسط أنباء عن اشتباكات على الأرض بين طرفين. وبحسب تقارير فإن الجيش السوري شن غارات جوية وقصفا مدفعيا على أهداف داخل الغوطة الشرقية، ما أسفر عن سقوط جرحى. في المقابل أعلن المركز الروسي للمصالحة أن الجماعات المسلحة في الغوطة أطلقت صاروخين باتجاه دمشق، ما أسفر عن سقوط 4 قتلى ونحو 50 جريحا. رحب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بقرار مجلس الأمن الخاص بوقف القتال في سوريا 30 يوما.
ودعا أبو الغيط الأطراف المعنية بالالتزام وتنفيذه في أسرع وقت والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة دون أي قيود، مؤكدا أن حل الأزمة السورية لن يتحقق سوى عبر عملية سياسية شاملة برعاية أممية. كما أوضح أن الحلول العسكرية والإفراط في استخدام القوة لن ينتج عنهما إلا المزيد من التعقيد في الوضع الميداني وعرقلة فرص التوصل إلى حل دبلوماسي. مشاهدي الكرام، هذه النشرة قد انتهت، وكان أهم ما فيها انطلاق فعاليات مؤتمر مصر تستطيع بأبناء النيل في الأقصر، كنائس القدس تعلن إغلاق كنيسة القيامة لأجل غير مسمى بسبب الضرائب الإسرائيلية، وبعد ساعات من إقرار الهدنة في سوريا الجماعات المسلحة والجيش يتبادلان القصف في دمشق. في أمان الله.